أستاذ محمد الهاشمي نطرح شنو الأسئلة خصني نير مغارض نير شنو الاتجاه حاليا نحو تقعيد الوزن من الشعر الأمازيغي، يعني ماذا شنو الاتجاه شنو الدراسة حاليا باش تمشى غير يجن الوزن الشعر الأمازيغي، مع العلم باللي انت في النار حاليا يجي مجموعه الاطروحات على سبيل المثال قشمغاره الدكتور المطر الزيزاوي كاين غير الاستاذ الدكتور مؤمن، يعني خاص من الاتجاه الامازيغي. ثانيا هل مار الابيات ايوان غاد جاب تخيف ولا نعتبر الشعر الأمازيغي؟ السؤال الثالث، ما هي المأثورات كتابية حكائية كتابية، يعني الحكاية الشفوية عنهما اللي راح تنشر المأثورات يعني المكتوبة في الصحف الفيلة للتراث الأمازيغي كاع يعني من السور الحكايات ما غاديش نعشت حكايات مكتوبة. شكرا.